الجمعية عندها 20 عام وكان ديما كتخدم في المهام ديالها باش تدافع على القطاع ككل، القطاع الكهرباء ككل، ودارت بزاف التدخلات من جملتهم الملف اللي صيفطات للجنة ديال بن موسى في الوقت ديالو، فيها اقتراحات مهمة خدات بعين الاعتبار. وفي هذا الخدم هذا المشروع الجديد ديال الجهات ديال الشركات الجهوية المتعددة التخصصات متعددة الخدمات جعلت بأن الجمعية ستتكلم وتجمع الاقتراحات وتعطي الكلمة للمستخدمين باش يعطيو الشعور ديالهم، يعطيو الانتظارات ديالهم ومتطلبات ديالهم. ولهذا جبنا جوج ديال الخبراء أساتذة جامعيين اللي غادي ينورونا على غادي ينوروا الجمع على هذا المنظور ديالهم كأساتذة خبراء. والغرض ديالنا هو نجمعوا اقتراحات، نجمعوا متطلبات باش يمكن نغنيوا الحوار، باش تكون واحد نتمنوا بان المسؤولين بالخصوص في البرلمان يسمعوا لهذه الاقتراحات وياخذوا بعين الاعتبار. هذا هو الغرض من هذا الجمع، هذه الطبيله المستديره. جمع زي الطاقات اسست في 2003، كان عندها واحد المكتب، كان تخلفوا المكاتب تقريبا كل سنين كان يجي المكتب. هذا العام درنا واحد التقييم ديال هاد السنين اللي دازوا بالنسبه للتدخلات كلها اللي دارت، وجعلنا باش نبدلوا التسيير ديالها، ودرنا كونسي دادمينستراسيون اللي المكتب كيعطيه الاعمال اللي دار وكياخذ التطلعات اللي بغى يدير باش كتكون داك الشيء يعني منظم وعنده عمل. من فوق داك الشيء جعلنا بان العدد ديال المنخرطين اكثر في المغرب، وقلنا الطريق الاحسن باش تمشى، ودرنا سميتو نقاط ديال الاتصال جهويه. دونك عندنا واحد 8 الجهات درنا فيها الناس كيديروا الاتصال جهويا، كيجعل المنخرطين اللي كاين في واحد الجهه باش يجتمعوا بسهوله ويعطيوا اقتراحات الى اخره. وحنا في المكتب المسير تناخذوا الاقتراحات تنديروا يعني كنبلوروها كاقتراحات عامه ديال الجمعيه وتعطيوها للمسؤولين.